عقدان وجاران تقليديان، النصر والهلال، اللي ما إن بادر وجدد عقد اللاعب الدولي محمد كنو حتى ثارت ثائرة النصر. أزمة تذكرنا بأزمة اللاعب عوض خميس، وهي مرشحة للمزيد في قادم الأيام. ربيع أبو شقرة وعايد السعدي والتفاصيل. العزف الخالد، تلوح في الأفق غمامة تنذر بتوتر قادم بين قطبي الرياض والكرة السعودية، النصر والهلال، الذي لم تكد تمضي ساعات على تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي، حتى سارع إلى الإعلان عن تجديد عقد اللاعب الدولي السعودي محمد كانو حتى العام 2025. وقد جاء في الإعلان الذي نشره الأزرق على صفحته الرسمية في تويتر صورة للاعب تحت عنوان كانو هلالي أول وتالي. كما نشر الهلال مقطع فيديو للاعب يقول بأن كانو هنا موجود وسيبقى. قضية أثارها مراسل صدى الملاعب عايد السعدي وهو يسأل رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، والإجابة كانت مقتضبة. اللي يبي الهلال هلال يبيه، لا صوت يعلو على موضوع كنو. اللي يبي الهلال هلال يبيه. وش آخر مستجدة؟ اللي يبي الهلال هلال يبيه. هذا كنو ما يبي الهلال مثلا؟ لا، ما حد قال شيء. أنا أقول لك اللي يبي الهلال إن شاء الله الهلال يبيه. إدارة النصر من جهتها سارعت إلى الرد عبر بيان رسمي على موقع النادي، أكدت من خلاله أن تجديد التعاقد يعد مخالفة قانونية كبيرة بحسب البيان. وذكر النادي عبر الإشعار الموجه للهلال ولجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن النصر وقع عقدا رسميا مع كانو خلال الفترة الحرة، أي 6 أشهر الأخيرة من العقد، وتم إختار لجنة الاحتراف بذلك. كما حدد ما يترتب على فسخ العقد من تبعات قانونية وشروط جزائية تصل إلى أكثر من 25 مليون ريال. بالنسبة لبيان النصر واضح وصريح ولا يبغى له شرح أصلا، النادي وضح كل شيء بموقفه سليم 100%، وتسجيل اللاعب سليم وتوثيقه بلجنة الاحتراف، وحنا كجمهور واثقين من إدارة النادي أنها تبي تحفظ حقوق النادي قانونيا وماليا. قضية فندها للصدى المحامي علي عباس وشبهها بقضية اللاعب عوض خميس. لاعب كنو هو إعادة لموضوع عوض خميس تقريبا، مع اختلاف المواقع بين نادي الهلال ونادي النصر. تناول الموضوع سيكون تناول من جانب اللاعب، من جانب نادي الهلال ومن جانب نادي النصر. لكن أولا يجب أن نفهم أنه في الحالة الوضعية الحالية هنالك عقدين، هنالك عقد موقع مع نادي النصر حسب ما فهمناه من البيان طبعا نادي النصر، عقد ثاني موقع من نادي الهلال، وكلا العقدين يشملان نفس الفترة التعاقدية. بالتالي العقد الثاني مبدئيا هو العقد الساري، وكأن اللاعب قد فسخ العقد الموقع قبل، أي العقد الموقع مع نادي النصر. في صورة قيام اللاعب بهذه المخالفة طبعا هنالك تتبعات وتبعات مالية، وتبعات كذلك يمكن تكون من قبيل العقوبات الرياضية. بين أخذ ورد تبقي التبعات القانونية المواجهة بين النصر والهلال مفتوحة على كل الاحتمالات. ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب.